فات كأس الأندية المحرزة على الكؤوس في الجزائر ضد سريع غليزان إلى أكتوبر الفارط، والهدف الرابع اللي سجله الإفريقي في الإسكندرية أمام النادي المصري في نصف النهائي نفس المسابقة، هي صورة في زوز مشاهد تلخص 9 سنوات ونصف وتقتصر بالخصوص مسيرة أحسن هداف تونسي في كل المسابقات الإفريقية. 22 هدف، صاحب الحرب، صاحب الامتياز في 18 متر متاع المنافس، ما هو إلا فوزي الرويسي. كما قلنا 22 هدف في 5 مواسم إفريقية، كل هذا في 9 أعوام. ب4 أهداف فوزي الرويسي هو أيضا أفضل هداف النادي الإفريقي في مسيرته المتواصلة نحو اللقب الإفريقي للأندية الفائزة بالكأس. أول أهداف المهاجم الدولي في المسيرة الحالية كانت ضد جمعية الموظفين لبوبو ديولاسو البوركينية. الدور 16، 3-0 في المنزه، الإفريقي فاز، وكان طبيعي أنه لاعب رقم 1 يكون في الموعد بعد ما راوغ تقريبا كل الدفاع البوركيني. بقية الأهداف جات خارج القواعد، في ثمن النهائي ضد كانون دولا الكامروني اللي فاز عليه ممثل تونس 5-1 على مجموعة زوز مقابلات. ضربة جزاء في ملعب كيتوي افتتح بها نتيجة أمام باور دينامو الزامبي. والإصابة الرابعة منذ شهر أمام النادي المصري بعد هجوم معاكس وتمهيد من فريق الطرابلسي يخلي فوزي الرويسي في مواجهة مع الحارس وفي وضعية يحب مثلها للمراوغة والتهديف. هذه آخر أهدافه الإفريقية، عددها 22، أولها في الجزائر في مارس 90 أمام سريع غليزان، إثر اللقاء أصبح خلاله فوزي الرويسي أول لاعب في النادي يسجل ثنائية في مباراة قارية. في نفس العام اللي خسر فيه أول نهائي إفريقي أمام بي سي سي لاينز النيجيري، فوزي الرويسي في ثواني فقط كان فسر طموحاته القادمة أثناء حصة تلفزية. كما سبقت قلت لك ما تفرجتش فيه طار الشابي، ما سمعت عليه برشا، إن شاء الله نوصلوا نعملوا حتى القليل من اللي عملوه إن شاء الله. نوفمبر 91 ضد ناكيفو بو فيلا الأوغندي، بالنسبة للاعب عمره 20 سنة وبعض الأشهر أمامه أكثر من 40,000 متفرج في ملعب الكل وراء النادي الإفريقي من أجل لقب الأندية البطلة، التفاعل مع الحدث كان إيجابي جدا، وفوز الرويسي وفي سمعته في اقتناص الأهداف يسجل مرتين. 6 أهداف في المجموع خلال 4 مقابلات في السي أن، والنادي الإفريقي بفضل مهاجم مساعد يصبح بطل إفريقيا. 50 لقاء دولي منذ 89، هو بالتوازي أصغر لاعب تونسي تحصل على الحذاء الذهبي، تلقاه في إنهاء العمليات عندما يصبح لاعب وسط ميدان للتمهيد لزملائه أو حتى للحضور معنويا ومساندة العناصر الشابة في الفريق. في أبيجان بالخصوص في مستوى الهجومات المعاكسة، جانب هام من حظوظ النادي الإفريقي تبقى بين أقدام فوزي الرويسي. فوزي رويسي حد ما هو ناسي، كنت في التيران والكرة التقليسي، خفيف 100% كتيف حد ما ينشم يشدك كي تبدأ في داسي، والله شافوا عليك يا وحدك يا ابو هدى، تبدأ انت الطاكي لفصلك بالفتة، امنيت نحب نحسب وانت وقتك نحسب، لو كان بعيني مريتش صدقني ولا كذب، شكون ينجم يكذب، خاطرك انت جوار تكوري تريبيان، وبلعبك بتكنيكك في الكلوب افريكان، خليت كونت شريك باش تكون في جمعيتها، واحد من جوارتها، قلبك ربحتك، خاطرك انسان متربي مع ناس تعرف باش تحكي محبوب بين الناس. بين الناس بين الناس يا فوزي فوتو هذاك لهبان، يا فوزي ما لنا حجم البال، يا فوزي جميل عزك السيا، يا فوزي رقمت في هالوا، يا فوزي بليت صغير فعل كرة تجري، بديت في اللحوم لين وليت فلوكا ورجي خاب منك اي جول كي تبدا جاي تجري، والدي بوسفيل العائلة مع الكرة تبدا تميل، مختار نصف عدد دم فوت بول، الوالد عم بحسن فرحان بك تعرف تدور الكرة بالسخن كنت بركي بطويك خميس عليك السيك واتوسا هزت الربعية مع الكريب افريكان حتى اسمك على درب والسيا وبقيت في اكيم اقبل نمرو 1
يا فوزي يا فوزي يا فوزي فوتو هذاك الهبل يا فوزي ما تنحش من البال يا فوزي جامد هذاك السيا يا فوزي راكوت في هالوا يا فوزي فوتو هذاك الهبل يا فوزي ما تنحش من البال يا فوزي جامد هذاك السيا يا فوزي راكوت في هالوا يا فوزي يا فوزي يا فوزي يا فوزي يا فوزي فوتو هذاك الهبل يا فوزي ما تنحش من البال يا فوزي جامد هذاك السيا يا فوزي راكوت في هالوا يا فوزي يا فوزي يا فوزي يا فوزي يا فوزي فوتو هذاك الهبل يا فوزي ما تنحش من البال يا فوزي جامد هذاك السيا يا فوزي راكوت في هالوا يا فوزي يا فوزي يا فوزي يا فوزي يا فوزي فوتو هذاك الهبل